غادي يوجد نغط بساعة برشا الغاز قم ضربه ما تزيدش الإبرة خانوشا تشميلة شو مضربة نجمع هزت نغط مرة على جيته السلام عليكم مشاهدي شوف تيفي الأوفياء، مرحبا بكم معي في هذا المباشر من قلب مدينة الرشيدية، بالضبط أمام مستشفى مولاي علي الشريف، مستشفى اللي يلاه خرج منه هذا السيد اللي قدامي اللي تعرض لمحاولة قتل بالضرب بالحجارة على مستوى الجسم ديالو كامل، ومسكين تكرفص ديال بصح، وهو من خلال هذا الفيديو باغي يطلب القضاء أنه ينصفو وأنه ما يبقاوش بحال هاد الاعتداءات في البلدة ديالهم. تفضل سيدي. السلام عليكم. اولا كنشكر شوف تي في على هذا المحنه ديالها مع المواطنين فين ما كانوا. بغيت نقول لكم انا نهار 11 في شهر 4 تعرضت لواحد الاعتداء من طرف بعض الناس اللي كيدعوا انهم هذيك الارض اللي كندوزوا فيها راه ديالهم، وتعرضوا لواحد جوج ناس بالموتور ديالهم. كنت انا على تريبورتور سوقت من سوق الحد مع العشرة النهار، وهما جايين وتختلوا وطاحوا قدامي في واحد الواد سميتو واد البيض مع العشرة ديال النهار، نهار الحد 11 في شهر 4، وضربوني بالحجر، طيحوني من الموتور، عطاوني المهم دق بالحجر مزيان، وطحت وخلاوني. المهم كان واحد السر حدايا تما نقضني، داني الطريق مع عنده الغلم ما لقاش كيفاش يدير، وحرقت في نيل الطريق وجيت رجونس دخلت مولاي علي الشريف. ومنين وصلت مولاي علي الشريف هنايا الله يجازيهم بخير بقاو كيتجاراوني، شافوا الحاله ديالي خطيره، تهرسوا فيها الضلع مور الكتف ديالي والحاله ديالي خطيره، شافوني داكشي وما داك، داروا لي ثلاثه سكانيرات الله يجازيهم بخير، قاموا بالعمل. المهم الوسخ دخل لي الدم للرياض ديالي والحاله ديالي ما تعجبش. المهم اليوم راه خرجوني عطوني الرانديفو، قال لي باش تمشي دير شي اجراء ديالك وعطوني الرانديفو باش نرجع. المهم دابا كاع من هادشي كلشي راه ماشي انا الاول ولا انا الثاني، راه عدد من الناس بحالي انا في هاد القبيله هادي ديالتنا اللي تعرضوا لهادشي هذا، راه كاين اللي وصل حتى القريب للموت كاع، والله سبحانه وتعالى هو اللي كيقتل ويحيي. المهم كنعرفوه المصدر ديالهم، كنعرفوه كيدعوا هذيك الارض فاش كندوزو انها راه ديالهم، داكشي علاش كيديروا هذا الشيء هذا. ومن هذا الشيء هذا كلشي كنطلب المسؤولين ديال المنطقه اللي معنيين بالامر ديال هذه المنطقه هذه، اللي عنده شي حق يعطيوه له، ما نتعرضوش. احنا عندنا ورقنا وعندنا المسائل ديالنا كلشي ديالنا مريقل، انا بنفسي الا ما عنديش الحق ما نباتش تما، يجيو المسؤولين ديال المنطقة اللي معنيين بالأمر يشوفوا أشنو كاين في هاد الشهادة قبل إفات الأوان. من عهد حجر الصحي ديال العام الفايت إلى يومنا هذا الناس كيتعرضوا لهاد الشيء اللي تعرضت ليه أنا. أنا راه ما كنتهم حتى واحد ولا كاينني وما كنتعدى على حتى شي واحد، ولا كاينني اللي كيدعى عنده شي حاجة ولا عنده شي حق في هاد الأرض هادي ولا في هاد الطريق اللي كندوز فيها، يجيب القانون ديالو ويتعرض لي البلاصه ديال الحق ونتحقوا انا وياه، باش يتعدى عليا ولا نتعدى عليه انا ما يمكن ليش، وحتى هو راه ما فيش ماشي في الصالح ديالو لحقاش. انا ما عنديش شي عداوه ديال شي واحد كاع غير هما كيضربوا شي في سبتشي، هذا الشيء اللي كاين. انا المهم راه انا ماشي ديال هذا الشيء هذا، راه انا راه ولد القانون وحررت الصحراء، ضربت 30 عام في الصحراء بعدا، ما عمر شي واحد تعدى عليا الى هاد الناس هادو. وكنطلب السلطات المعنيه اعاده النظر في هاد السلطه هادي، علاش دابا هما هادشي راه ماشي الاول هذا،
راه ماشي هذا واحد ولا جوج ولا ثلاثه من شهر ثلاثه ديال العام الفايت الى يومنا هذا كيستغلوا. شفتيهم وجوههم دايرين الاقنعه، ولكن هذاك الشيء ماشي هنا اللي غادي نقول الله يجازيكم بخير. المهم لابد يبان هذا الشيء، هذا ما شفتي بما غاديش نقول لها المسائل هادو. الله يجازيكم بخير، كنشكرها حتى هي مسكاه شفتي بي راه حتى هي مع هذه المحنه ديال المواطنين. الطبيب ديال هذا الطبيب اللي قال لي، قال لي الحاله ديالي خطيره على حقاش الطبيب قال لي الحاله ديالي خطيره على حقاش داز لي الدم للريه، داز لي الدم للريه تهرس الضلع في الكتف ديالي. مازال عندك مشكل في التنفس؟ ومازال عندي المشكل في التنفس دابا، غير تنهضر غير بالدرع باش تهرى داير الصمطه لتحت وداير هذا ومزير الصدر ديالي والكتف ديالي. والله يجازيكم بخير، كنطلب السلطات المعنيه تدخل. ودابا راه عندي ورقاتي وعندي الشهاده الطبيه وعندي كل شيء وعندي القوانين ديالي، واللي عنده شي حاجه ما يقول ولا شي هذا انا رهن الاشاره بالقانون، بالقانون العنف لا لي للعنف. هذا الشيء اللي يكون، وكنشكر شفتي بي والسلام عليكم. شنو كتطلب من الناس اللي كيتفرجوا لك ولا المسؤولين يعني باش يوصلهم صوتك؟ نعم. شنو الرساله اللي باغي توصل من خلال هذا الفيديو؟ الرساله لهادو كلها المسؤولين يحدوا هذا النزاع. انا كاع اللي كنطلب من هذا الشيء، المسؤولين ديال المنطقه يشوفوا هذا الشيء هذا مالو، علاش هذه الاعتداءات؟ هما غمضوا عينهم على هذا الشيء هذا، علاش انا براسي الا ما عنديش الحق ها السميه ديالي قسو الحسين، الا ما عنديش الحق في هذه المنطقه يجي عندي المسؤول يقول لي انت ما عندكش الحق نوض من هنا، راه ماشي ديال الصداع انا، راه كافه راه كافة راه من طنجة للقويرة حررت الصحراء يعني عيش الملك. يعني انت دابا باغي غير هاد الاعتداء؟ انا بغيت هاد الاعتداءات ما يبقاوش لا علينا ولا على الخصم ديالنا، هادشي اللي كان الاعتداءات ما بغيتهمش لا انا ولا اللي كيدعى انه كنوصلوا في شي حاجة، انا هادشي ما بغيتوش. الله يجازيكم بخير، إعادة النظر في هادشي هذا، الله يجازيكم بخير. اللي معني بالامر يشوف هاد الشيء هذا ماله. والسلام عليكم، عيش الملك.